السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب تالتة ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حل أسئلة درس طرق التكاثر في الكائنات الحية. يلا نبدأ. بسم الله. عندنا هنا سؤال 39 بيقول لي: أي مما يلي يمثل النسبة بين عدد صبغيات الحيوانات المنوية لذكر نحل العسل وعدد صبغيات خلاياها الجسدية؟ طب احنا عارفين أساسا إن ذكر نحل العسل ده بيجي من التوالد البكري الطبيعي، تمام؟ يعني البيضة بتاعت ملكة نحل العسل بتنمو بالتوالد البكري بدون إصاب بالمشيج المذكر أهو. يبقى أنا عندي إن ذكر جه بتوالد بكري، يعني تكاثر لا جنسي، يعني البيضة كانت نون ونمت وإدت ذكر نون، فالذكر كل خلاياه الجسدية نون، وحتى لما بينتج الأمشاج بتاعته اللي هي الحيوانات المنوية بتبقى نون برضو لأنها بتنتج عن أقسام ميتوزي، تمام؟ فلما يقول لي النسبة من عدد صبغيات الحيوان المنوي أو الحيوان المنوي اللي ذكر نحل العسل بيكون نون. طيب وعدد صبغيات خلايا الجسدية بتبقى نون، يبقى هتبقى بنسبة كام؟ 1:1، تمام؟ سؤال 40 بيقول لي هنا: أي العبارات الآتية غير صحيحة بالنسبة لحشرة نحل العسل؟ جملة مش صح، يعني في ثلاث جمل هنا صح، تمام؟ فبيقول لي أول حاجة: كل الأفراد الناتجة عن التوالد البكري اللي هم الذكور، مش هم دول اللي بينتجوا عن التوالد البكري؟ تمام، تتكاثر جنسيا فقط. هي فعلا بتعمل تكاثر جنسي لان اللي بتعمل توالد بكري هي الملكه الانثى، تمام؟ يبقى الجمله الاولى دي صح، وعايز الغير صحيح. كل الافراد الناتجه تتكاثر لا جنسيا بالتوالد البكري فقط، كل الافراد الناتجه يعني سواء ذكور او اناث بيتكاثروا لا جنسي بالتوالد البكري فقط، اقول له لا، الذكور بتتكاثر جنسيا والاناث بتتكاثر جنسيا او بالتوالد البكري، تمام؟ يبقى هنا الجملة دي هي اللي غلط، تمام؟ يبقى ده ما ينفعش. الجملة اللي بعدها أو الإجابة رقم جيم بيقول لي: كل الأفراد الناتجة عن التوالد البكري اللي هي الذكور تتكاثر لتعطي إناثا فقط. فعلا هي بتعمل تكاثر جنسي والناتج عنه إناث، يا إما ملكات يا إما شغالات حسب نوع الغذاء، لأن الذكور بتيجي، كل الذكور بتيجي من توالد بكري طبيعي. يمكن أن يتم التوالد البكري والتكاثر الجنسي في نفس الجيل؟ أه طبعا، أه يعني إحنا عندنا الملكة بتضع بيض بانقسام ميوزي، البيض بيبقى نون، في منه بينمو بالتوالد البكري الطبيعي ويدي ذكور فقط، ماشي، وفي منه بينمو بعد الإخصاب بالمشيج المذكر ويدي إيه؟ إناث ملكات أو شغالات حسب نوع الغذاء. يبقى الثلاث إجابات ألف وجيم ودال صح، الوحيدة اللي غلط اللي هي رقم ب. طب نشوف السؤال 41 بيقول لي هنا: أي صور التكاثر اللاجنسي التالية تعتمد في أساس حدوثها على الانقسام الميوزي؟ طيب نشوف كده مع بعض. الانشطار الثنائي في البراميسيوم ده بيعتمد على انقسام ميتوزي، زراعة أنسجة في نبات الجزر برضو انقسام ميتوزي. طب التوالد البكري في نحل العسل؟ اه، لأن التوالد البكري إن البويضة اللي هي نون أو البيضة اللي هي نون هتنمو وتدي ذكر بدون إخصاب المشيج المذكر. طب ما احنا عندنا هنا البيضة اللي هي نون دي جاية من انقسام ميوزي، تمام؟ يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى جيم، لأن بيقول لي مين من صور التكاثر اللاجنسي اللي بتعتمد على انقسام ميوزي؟ طبعا الوحيدة كانت التوالد البكري، حتى واحنا في المقدمة بتاعت التوالد البكري قلنا إن هو بيعتبر نوع خاص، قلنا يعد التوالد البكري نوعا خاصا من التكاثر اللاجنسي، حيث يتم إنتاج الأبناء من فرد أبوي واحد فقط ينتج عن المشيج الأنثوي، تمام؟ فالمشيج ده جاي من انقسام ميوزي. طيب نيجي للسؤال اللي بعده 42 بيقول لي هنا: أي مما يلي يمثل النسبة بين عدد صبغيات كل من الخلايا الجسدية لذكور حشرة المن؟ أساسا ذكر حشرة المن بيبقى 2 نون، فالخلايا الجسدية برضو بتبقى 2 نون، والخلايا الجسدية لإناث حشرة المن والإناث كلهم برضو بيبقوا 2 نون، فالنسبة ما بينهم هنا تبقى نسبة 1:1، لأن ده 2 نون وده 2 نون، تمام؟ طب نيجي للسؤال اللي بعده 43، شوف كده مع بعض. بيقول لي في المخطط التالي: إذا علمت أن سين تمثل حشرة نحل العسل. طيب سين دي هي الملكة بتاعت نحل العسل، ليه؟ لأن هنا جايب لي إنها تدي أفراد تانية، فممكن إنها تنتج أفراد تانية يبقى هي ملكة مش شغالة. طب الملكة دي بتضع البيض بتاعها بانقسام ميوزي، يعني الانقسام ده كده ميوزي، فإدى بيض نون وإدت هنا برضو بانقسام ميوزي البيض اللي هو عين، لأن دي اللي هو نون. طب وبعدين نون هنا اصبحت 2 نون، يبقى اكيد حصل هنا اخصاب بمشيج مذكر فينتج عنه 2 نون اللي هو الافراد لام. الافراد لام دي هتبقى اناث ملكات او شغالات على حسب نوع مين الغذاء، يبقى دي هتبقى اناث ملكات او شغالات. طب هنا البيض اللي هو اللي هي عين هنا
اللي هي البيضة نون دي بتنمو وتفضل نون زي ما هي وتدينا الفرد ميم، يبقى ده ذكر نحل العسل، يبقى ده ذكر. والعملية دي عبارة عن توالد بكري طبيعي، توالد بكري طبيعي في حشرة نحل العسل. طب احنا عرفنا الشكل اهو، نشوف كده مع بعض. بيسألني ماذا يمثل نوع الكائن سين؟ سين القادرة على الإنجاب دي هي ملكة فقط، تمام؟ مش ذكر، الذكر عندنا هيبقى ميم، تمام؟ ولا شغالة أو ملكة، شغالة أو ملكة اللي هتبقى لام اللي هما الإناث، ولا شغالة وذكر، ما ينفعش شغالة وذكر، تمام؟ ماذا يمثل كل من صاد وعين؟ طيب أبص كده على صاد، إحنا قلنا دي إيه؟ بيضة أو بويضة، تمام؟ وعين بيضة أو بويضة. طبعا هو المصطلح اللي جابه لنا في الشرح بجيب لي إن الملكات نحل العسل بتضع بيض، تمام؟ ممكن نقول عليها بويضة عادي، لكن في الناس حشرة المن قال إن هما بويضان، تمام؟ فعشان كده أنا كتبت بيضة، لكن عادي ممكن نقول عليها بويضة. فالواضح إن صاد وعين، صاد وعين كاتبين أهو بيض وبيض، يبقى دي عبارة عن بويضات فقط، عبارة عن بويضات فقط. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي هنا ما نوع التكاثر الذي ينتج عنه كل من لام وإيه وميم؟ أبص اللام دي إناث، دي بتيجي من تكاثر جنسي بالأمشاك، تمام؟ طب وميم ده ذكر نحل العسل بيجي من التوالد البكري، يبقى أدور في الإجابات على تكاثر جنسي كده، لا جنسي، لا جنسي بالأمشاج أهو، ولا جنسي بالتوالد البكري، تمام؟ يبقى الأنثى جاي من جنسي بالأمشاج، والذكر جاي من لا جنسي بالتوالد البكري، تمام كده يا شباب؟ طب نيجي للسؤال 4، بيقول لي ما جنس الأفراد لام وميم؟ بص على لام احنا كاتبين إناث، طب وميم ذكور، يبقى إناث وذكور على الترتيب موجود عندنا في الإجابة دال، تمام كده يا شباب؟ نكمل عندنا السؤال 44، بيقول لي أي مما يلي يحدث عند وضع خلية من نبات الطباق منزوعة النواة في لبن جوز الهند؟ طب احنا لما شلنا النواة ايه اللي هيحصل؟ هينفع يحصل لها انقسام مثلا؟ لا مش هينفع. فبيقول لي تنشط الخلية وتنقسم ميتوزيا؟ لا، هتنشط ازاي والنواه مش موجوده، والانقسام بيبقى للنواه في الاول قبل ما تنقسم الخليه نفسها. تنشط الخليه وتنقسم ميوزيا؟ لا، تموت الخليه خلال فتره قصيره، لان انت شلت النواه بتاعتها، وانت عارف ان النواه دي مسؤوله عن تنظيم الانشطه الحيويه بتاعت الخليه، فلما ننزع النواه هتموت الخليه بعد فتره ايه قصيره. تستمر الخليه حيه ولا تنقسم؟ لا ما ينفعش. طب سؤال 45، بيقول لي ما سبب لجوء انثى حشره المن الى التوالد البكري بالرغم من قدرتها على التكاثر الجنسي؟ يعني ايه؟ يعني بيقول لي هنا حشره المن اوريدي هنا بالتكاثر الجنسي بتدي ذكور واناث، طب هي لجأت للتوالد البكري ليه؟ اشوف التوالد البكري ده كان الناتج بتاعه ايه؟ الناتج بتاعه اناث، يبقى الغرض منه ان هي بتزود عدد الاناث، تزود عدد مين؟ الاناث. فبيقول لي لتزيد من عدد الاناث، اقول له ايوه الاجابه رقم الف. تزيد من عدد الذكور؟ لا، لان الذكور ما بتجيش غير بتكاثر جنسي فقط. لتزيد من عدد الجنسين احنا قلنا الاناث فقط. لتحافظ على ثبات عدد الصبغيات؟ لا، هو لجأت للتكاثر ده عشان هيديها اناث، وهي كانت بتزود من عدد الاناث. طب سؤال 46، بيقول لي ما العامل الذي يحدد الجنس في حشره نحل العسل؟ طب ما انا عندي، اقول له كده انا عندي حشره نحل العسل يا اما انثى زي الملكه او الشغاله ودي بتبقى 2 نون، يا اما ذكر وده بيبقى نوع. فاللي بيحددهم هنا ايه؟ نوع الغذاء المقدم للرقات؟ لا، ده اللي بيحدد نوع الانثى، هل هي ملكه ولا شغاله، تمام؟ موسم التزاوج؟ لا. عدد الصبغيات؟ قلنا الانثى بتبقى 2 نون والذكر بيبقى نون، يبقى الاجابه دي. وعدد البويضات اللي تضعها الملكه؟ لا، هو عدد البويضات ملوش علاقه بجنس الايه الفرد اللي ناتج. طب نيجي هنا على السؤال 47، بيقول لي هنا ما الاساس العلمي الذي يتضح من خلال الشكل المقابل؟ ابص على الشكل اللي قدامي، لقينا نبات اخذنا منه جزء عبارة بس عن مجموعة خلايا، حطيناهم هنا في أنبوبة اختبار تحتوي على مادة مغذية وهرمونات، يبقى كده على طول الشكل اللي قدام ده زراعة الأنسجة، تمام؟ طب إيه الأساس العلمي بتاع زراعة الأنسجة؟ نشوف كده مع بعض. أهو في عنوان هنا في زراعة الأنسجة بيقول لي الأساس العلمي لزراعة الأنسجة النباتية إن الخلية النباتية المحتوية على المعلومات الوراثية الكاملة يمكنها أن تصبح نباتا كاملا إذا زرعت في وسط غذائي مناسب يحتوي على الهرمونات، يبقى غذاء وهرمونات النباتية بنسب إيه معينة. طب نشوف كده، عرفنا الأساس العلمي. يبقى الأساس العلمي هل بيقول لي إن التكاثر اللاجنسي يحدث تنوع وراثي؟ أساسا اللاجنسي ما بيعملش تنوع وراثي ومش هو الأساس العلمي، يبقى الإجابة دي غلط. ب يمكن فصل عضو نباتي، احنا ما قلناش عضو نباتي، زراعه الانسجه دي بتبقى خليه او مجموعه خلايا ما فيهاش عضو نباتي خالص، يعني احنا هنشوف التجربه اهو بتاعه نبات الجزر، بيقول لي تم فصل خلايا منفرده اهو من نفس انسجه النبات وزراعتها، يعني بيتم زراعتها بيبقى خلايا
مش اعضاء، يبقى برضو الاجابه بقى ما تنفعش. طب جيم، يمكن الخلايا البالغه ان تنقسم وتتميز من جديد بعد اختزال مادتها الوراثيه؟ لا احنا ما اتكلمناش كده، احنا قلنا لو عندي خليه فيها معلومات وراثيه كامله هتقدر تنمو بالانقسام الميتوزي وتدي فرد جديد مطابق للفرد الابوي بتاعه. يمكن الخلايا كامله المعلومات الوراثيه انتاج نبات كامل بالانقسام الميتوزي؟ ايوه، يبقى الاجابه رقم د. تمام، نيجي للسؤال 48، بيقول لي هنا اي صور التكاثر اللاجنسي التاليه يمكن ان يمثله الرسم البياني المقابل؟ طب بص كده، انا عندي 2 نون، حصل حاجه فبقى نون، يبقى اكيد اللي وصل من نون الاول ل2 نون ان احنا عندنا حاجه كده اسمه الطور البيني، ده بيحصل فيه تضاعف في الماده الوراثيه. تمام، طب لو مش عايزين نبدا كده نقول طيب نبدا من اول الخط من هنا. انا كان عندي ايه؟ كان عندي هنا 2 نون، وبعدين وبعد 2 نون ده حصل انقسام ميوزي، يبقى الخط اللي نازل لتحت ده اللي انا هشاور عليه ده كده ده انقسام ميوزي. تمام، طب الانقسام الميوزي ده هينتج عنه مشيج نون، يبقى نون ده عباره عن مشيج مؤنث، يبقى نون دي نقول عباره عن مشيج مؤنث. طب نون اللي هو المشيج المؤنث ده عمل ايه؟ بصينا لقيناه بقى 2 نون. طب عشان يبقى 2 نون حاجه من الاثنين، يحصل له اخصاب بمشيج مذكر، تمام، وده هيبقى تكاثر جنسي. هو وضح لي في السؤال في الاول ان هو تكاثر لا جنسي، يبقى مش اخصاب. طب ايه اللي يخلي البويضه اللي هي تبقى نون هوب الاقيها 2 نون فجاه كده؟ يبقى اكيد حصل توالد بكري صناعي. ازاي؟ اخذنا في التوالد البكري الصناعي يا شباب ان بيتم تعريض البويضه يا اما لصدمه حراريه او كهربيه. اهو نشوف كده توالد البكر الصناعي في نجم البحر والضفدع، يتم تنشيط البويضات بواسطة تعريضها لصدمة حرارية أو كهربائية أو للإشعاع أو لبعض الأملاح أو الرج أو الوغز بالإبر. طب ليه؟ عشان تتضاعف الصبغيات بتاعتها بدون إخصاب. مكونة أفراد تشبه الأم تماما، يعني بتدي إناث. تمام، يبقى إحنا هنا بالنسبة لنا الشكل ده كان عندي فرد 2 نون وليكن حشرة المن مثلا، أو الأمثلة بتاعتنا زي نجم البحر والضفدعة. ايه اللي حصل؟ حصل فيه انقسام ميوزي انتج مشيج مؤنث، المشيج المؤنث ده حصل فيه تضاعف صبغي، تمام، فاداني اللي هو 2 نون، فدلوقتي يبقى دوت عباره عن ايه؟ توالد بكري صناعي. طب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي اذا علمت ان عدد صبغيات خليه في جناح ذكر النحل بيساوي 2 س، طب ما انا عندي ذكر النحل ده كله هو نون، يبقى نون كده بتساوي 2 س. كم عدد صبغيات في بويضة الملكة؟ أقوله طب ما بويضة الملكة نون، يبقى لو نون بتاعت الذكر باتنين سين، يبقى نون اللي هي بويضة ملكة النحل برضو أي نون، ما النون بتساوي اتنين سين، يبقى أي نون هتساوي إيه؟ اتنين سين، يبقى اختار الإجابة اتنين سين. طب نشوف السؤال 50، بيقول لي إذا علمت أن عدد الصبغيات في خلية من جناح شغالة نحل العسل بيساوي 32، أقوله الخلية اللي من الجناح دي خلية جسدية 2 نون، فأنا عندي الخلية الجسدية اللي هي 2 نون عاملة 32، كم يكون عدد الصبغيات الخلية في جناح الملكة؟ طب ما جناح الملكة هي كمان خلية جسدية اللي هي 2 نون، ف 2 نون عامل هنا 32، يبقى 2 نون هنا عامل برضو 32، تبقى الإجابة ج. تمام كده يا شباب، نكمل. عندنا السؤال 51، بيقول لي الشكل المقابل يوضح عملية التكاثر في حشرة نحل العسل، أجب. طب نشوف الأول الشكل عشان نعرف نجاوب. بيقول لي الملكة وده الذكر، كل واحد منهم انتج حاجه فحصل اتحاد ما بينهم في عين، يبقى ده دليل على ان العمليات دي عمليات انتاج امشاج. يبقى اقول له الملكه بتنتج البويضات بتاعتها بسين سين دوت انقسام ميوزي، انقسام ميوزي، فهتطلع البيض بتاعها اللي هو نون، اللي هو ايه؟ نون. في نفس الوقت انا عندي هنا الذكر، الملكة بتبقى 2 نون، الذكر بيبقى نون، فلما يجي ينتج الأمشاج بتاعته اللي هي الحيوانات المنوية هيجيبها، هتبقى الأمشاج بتاعته نون بس تنتج هنا نون وهنا نون، يبقى صد عبارة عن انقسام ميتوزي. طب وبعدين حصل اندماج هنا بين المشيج المؤنث والمشيج المذكر، تمام، وبعد كده كونوا لي الفرد واحد، الفرد واحد ده هيكون عندنا أنثى، تمام، واحد ده إناث مثلا ملكات أو شغالات حسب نوع الغذاء. طيب الفرد 2 اللي جه بالتوالد البكري، الفرد 2 اللي يجي بالتوالد البكري ده هيبقى ذكر وهيبقى نون، يبقى هنا هتبقى اناث 2 نون وهنا هيبقى ذكر ايه؟ نون. طب فكينا الشكل، يلا نشوف الاسئله بقى. بيقول لي هنا ماذا يمثل حرف س والحرف ص على الترتيب؟ احنا قلنا س انقسام ميوزي وص ميتوزي، ادور الاقي ميوزي وميتوزي في الاجابه رقم ج. تمام،
ما المجموعة الصبغية للفرد رقم 2؟ أبص الفرد رقم 2 ألاقي الفرد رقم 2 ده عبارة عن إيه؟ عن ذكر، تمام، والمجموعة الصبغية بتاعته نون، يبقى أقول له آه يبقى ده المجموعة الصبغية بتاعته نون عشان هو ذكر جاب التولد البكري. ما نوع التكاثر الذي ينتج عنه الفرد رقم 1؟ الفرد رقم 1 إناث، بتيجي من التكاثر الجنسي، يبقى أقول له دي جاية من تكاثر جنسي بالأمشاج. الفرد رقم 1 دي أنثى جاية من تكاثر جنسي بالأمشاج. طب ما جنس الأفراد الناتجة عن العملية عين؟ عين دي اللي هي اندماج المشيج المذكر مع المؤنث، هتبقى الأفراد اللي بتنتج هنا في نحل العسل هيبقوا إناث. إيه؟ إناث فقط. تمام كده يا شباب؟ يبقى إحنا عندنا الشكل كان بيكلمنا عن ملكة نحل العسل، تمام، وعرفنا إن انقسام اللي بيعتمد عليه الملكة انقسام ميوزي، أما الذكر بيبقى انقسام ميتوزي، تمام. عرفنا هنا المجموعة الصبغية بتاعة الفرد 2 اللي هو ذكر بيبقى الذكر نون فقط، تمام. وعرفنا بعد كده ان الانثى بتيجي من تكاثر اللي هو رقم 1 بتيجي من تكاثر جنسي بالامشاج. واخر حاجه عندنا هنا بيقول لي ان جنس الافراد الناتجه من العمليه عين، قلت له اه دي اناث، يبقى هنا الاجابه باء، تمام. نيجي بقى للسؤال اللي بعده 52، بيقول لي توجد انواع من السحالي تسمى سحالي قوس قزح بسبب الوانها المميزه بتتكاثر بالتوالد البكري حيث تنتج من بيض غير مخصب حدث به تضاعف صبغي. يبقى البيض ده كان نون، حدث به تضاعف صبغي اصبح 2 نون، تمام، بعد الانقسام الميوزي. يبقى هو البيض بعد، يعني البيض عايز يقول لك ان البيض ده نون، ليه؟ لانه ذكر لك بعد انقسام ميوزي. يعني السحالي دي مثلا 2 نون حصل لها انقسام ميوزي فانتجت البيض الغير مخصب نون، ام البيض الغير مخصب نون ده حدث به تضاعف صبغي بقى 2 نون، ماذا تتوقع ان يكون المحتوى الصبغي لخليه جسديه من نسل هذا البيض؟ يبقى اكيد برضو 2 نون، تمام. يبقى السحالي نفسها 2 نون، لما حصل انقسام ميوزي انتجت البيض الغير مخصب اللي هو نون، حصل فيه تضاعف صبغي فوصل للمرحله 2 نون، تمام، عشان يبقى ده التضاعف صبغي ده يعني تكاثر او توالد ايه؟ بكري، تمام. نيجي بعد كده سؤال 53، بيقول تتكاثر بعض النباتات كالبطاطس خضريا حيث تقطع الساق الى اجزاء وينمو كل جزء الى نبات كامل، يعني بيقطعوا ساق البطاطس كده الى قطع وكل قطعه بتطلع نبات كامل، اي الاختيارات التاليه صحيح عن النبات الاصلي والنباتات الجديده من حيث ايه بقى؟ عايز نوع التكاثر. اولا اي تكاثر خضري هو لا جنسي، التكاثر الخضري لا جنسي، ليه؟ لانه ما فيهوش امشاج، واحنا بيقول قطع الساق الى اجزاء وكل جزء انما الى نبات كامل، يبقى التكاثر ده لا جنسي، يبقى اي حاجه فيها جنس ما تنفعش معانا، التكاثر لا جنسي. والمحتوى الجيني، طبعا انت عارف ان التكاثر الجنسي بينتج عنه افراد متماثله تماما، يبقى هيبقى التكاثر لا جنسي والافراد الناتجه هتبقى متماثله في المحتوى الجيني بتاعها مع الفرد الابوي، تمام كده. طب نيجي للسؤال 54، نشوف كده مع بعض، بيقول لي اي العبارات الاتيه غير صحيحه بالنسبه لحشره المن؟ طيب بيقول لي حشرة المن دي، طبعا نقولها كده بسرعة مع بعض، احنا عارفين حشرة المن بيحصل فيها المناسل بتاعة الإناث نوعين من أقسام، يا إما ميتوزي يا إما ميوزي، لو ميتوزي هتنتج البويضات 2 نون اللي تنمو بالتوالد البكري وتدي إناث فقط 2 نون، ولو هو حصل أقسام ميوزي والبويضات نون هيحصل لها إخصاب بتكاثر جنسي بمشيج مذكر وتدينا ذكور وإناث 2 نون، فنشوف كده مع بعض. هو بيتكلم عن حشرة المن، بيقول لي عدد الإناث أكبر من عدد الذكور، أقول له أيوه طبعًا، مش الإناث جاية من التوالد البكري وجاية من التكاثر الجنسي، الجملة دي صح، وخلي بالك هو بيقول لي غير صحيح، كل الأفراد الناتجة عن التوالد البكري اللي هم الإناث تتكاثر لتعطي إناثًا فقط؟ لأ، يعني الإناث بتعطي إناثًا فقط؟ لأ، الإناث بتتكاثر عشان تعمل توالد بكري وتطلع إناث فقط، ماشي، بس هتتكاثر برضو جنسين وتطلع ذكور وإناث، يبقى دي الجملة الغلط. يبقى الغلط هنا لتعطي إناثًا إيه فقط؟ لأ، هي بتعطي إناث وذكور. طب بعض الأفراد الناتجة عن التكاثر الجنسي تتكاثر بالتوالد البكري؟ بعض الأفراد، آه مش أنا عندي هنا الأفراد الناتجة عن التكاثر الجنسي ذكور وإناث؟ أقول له آه، طب هنا في منهم الإناث بتقدر تعمل توالد بكري، أقول له آه، يبقى الجملة دي كمان صح، تمام؟ طب نيجي هنا، لا يمكن أن يتم نوع التكاثر عند إنتاج الأمشاج بنفس نوع الإنقسام. اه وكده نوع التكاثر اللي هو مين؟ التوالد البكري والتكاثر الجنسي، الاثنين ما ينفعوش مع بعض لو تم نفس نوع الانقسام. يعني احنا هنا بصوا يا اولاد، عشان يحصل عندي توالد بكري كان شرط ان يحصل هنا انقسام ميتوزي، وشرط ان يحصل عندي تكاثر جنسي يبقى هنا انقسام ميوزي. فبيقول لي هنا
الاتنين دول من التكاثر اللي هو التوالد البكري والتكاثر الجنسي مش هيحصلوا لو استخدمنا نوع نفس النوع من الانقسام. اه طبعا ان احنا استخدمنا انقسام ميتوزي كله هيبقى توالد بكري، لو انقسام ميوزي كله هيبقى تكاثر جنسي. طب عايزين الاتنين توالد بكري وتكاثر جنسي، يبقى هنستخدم نوعي الانقسام اتنين. يبقى الجمله كمان الاخيره صح، يبقى فعلا الاجابه معانا هي رقم ب. طب نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي اي مما يلي لا يعتبر صحيحا بالنسبه لخليتين، احداهما من جذر نبات الجزر والاخرى من ساقه. واحده من جذر نبات الساق الجزر والاخرى من الساق. اولا سواء الجذر او الساق الاثنين خلايا جسديه، الاثنين خلايا ايه جسديه. فبيقول لي لا يعتبر صحيح، خلي بالك هما متساويتين في عدد الكروموسومات. اه طبعا مش نفس النبات يبقى متساويين في عدد الكروموسومات. متشابهتان في نوع الانقسام، اه طبعا برضو متشابهتان في نوع الانقسام لان اي خلايا جسديه بيحصل لها انقسام ميتوزي. متماثلتان في عدد المجموعات الصبغيه، اه غالبا الخلايا الجسديه كلها بتبقى اتنين نون الا في حالات معينه لو كان الفرد نفسه نون زي ذكر نحل العسل. طب مختلفتان في نوع الجينات، لا غلط لان احنا قلنا متشابهتين في كل حاجه، فبالتالي برضو هم عندهم نفس الجينات. يعني الجينات اللي موجوده في الخليه بتاعه جذر نبات الجزر نفس الجينات اللي موجوده في خليه من ساق نبات الجزر. تمام كده يا شباب نكمل. بيقول لي هنا ايه، ما المجموعه الصبغيه للافراد الناتجه عن زراعه الانسجه لنبات الجزر؟ طيب انا عندي دلوقتي بالنسبه لنبات الجزر ده نبات عادي زي اي نبات اللي هو بيكون اتنين نون. تمام، فبيقول لي هنا زراعه الانسجه، اقول له طب ما زراعه الانسجه ده تكاثر ايه لا جنسي. يبقى لو الفرد اللي هو نبات الجزر ده اتنين نون، يبقى الافراد الناتجه بتاعته هتبقى المجموعه الصبغيه برضو بتاعتهم اتنين نون. تمام، طيب نكمل. بيقول لي الشكل المقابل يوضح احدى صور التكاثر التي يمكن استخدامها فيه. طب اشوف الطريقه الاول، انا كان عندي نبات تمام نامن، اخدت منه جزء او مجموعه خلايا، حطيتهم في بيئه مناسبه فيها مغذيات وهرمونات، وتحمي حفظها في ظروف مناسبه لحد ما ايه رجعنا تاني نزرعها، فوصلتنا لنبات كامل. يعني من مجموعه خلايا وصلنا لنبات كامل، يبقى العمليه دي زراعه الانسجه. طيب بيقول لي هنا بنستخدمها في انتاج السلالات النباتيه الاكثر شيوعا، لا احنا قلنا بنستخدمها في انتاج السلالات النادره تمام مش الاكثر شيوعا. نشوف كده مع بعض اهو، اول حاجه اكسار نباتات نادره او سلالات ممتازه او اكثر مقاومه للامراض، يبقى اكثر شيوعا دي غلط، اقول له نادره، احنا عايزينها تبقى نادره مش اكثر شيوعا. انتاج نباتات ذات سلالات جديده مختلفه، والله انا بقول له التكاثر ده لا جنسي اللي هو زراعه الانسجه دي تكاثر لا جنسي، وبما ان هو تكاثر لا جنسي فبينتج نبات شبه الاصل اللي انفصل عنه ايه تماما، فانا بقول له لا هي مش هيبقى فيها اي صفات جديده الا اذا بقى في حاجه ناخدها في اخر المنهج اسمها الهندسه الوراثيه، الا اذا احنا اتعاملنا مع النبات الاصلي يعني تدخلنا بالهندسه الوراثيه ان احنا بنحاول ندخل جين معين او نعدل في الجينات، فبالتالي لما هستخدم بقى زراعه الانسجه هيطلع نفس الكائن بعد التعديل، فدي ملهاش لازمه دلوقتي عشان ما نتلخبطش، بس هو دلوقتي نعرف ان طالما هو تكاثر لا جنسي يبقى بيعتمد على انقسام ميتوزي، يبقى ما فيش هنا اي ايه حاجات جديده هتظهر عندي. اكسار النباتات النادره اه ده اللي احنا اخدناه وشفناه مع بعض. تحسين انتاج النباتات العشبيه، لا ملوش علاقه بالنباتات العشبيه، هو بيتكلم ان هو يكتر نباتات نادره او نباتات ذات سلالات ممتازه او كمان نباتات تكون اكتر مقاومه للامراض. تمام، طب نشوف سؤال 58، بيقول لي تنتج اناث نحل العسل من بويضات. طيب اولا من بويضات الملكه، ما ينفعش شغاله لان الشغاله دي بتبقى انثى عقيمه. طب ملكه غير مخصبه ولا ملكه مخصبه؟ لا ملكه مخصبه، لان الاناث بتيجي من التكاثر الجنسي مش من توالد بكر، الذكور هي اللي بتيجي اهو. بصوا معايا الاناث سواء ملكات او شغالات بتيجي اهو من اخصاب، عندنا البيضه نون اهو هيتم اخصاب مشيج مذكر بتكاثر جنسي، يبقى تيجي من بويضه ملكه مخصبه. تمام، هنا 59 بيقول لي اي مما يلي صحيح عن التكاثر الجنسي. طيب بيقول لي صحيح هو بيتم باندماج الامشاج، اقول له لا ده التكاثر الجنسي. لا يحدث في النباتات الراقية، الله لا بيحصل طبعا تكاثر لا جنسي زي التكاثر الخضري اللي احنا عمالين نحكي فيه، كل الحاجات انواع التكاثر اللي بنحكي فيها دي زي التكاثر الخضري اللي هو لما نقطع ساق زي ساق البطاطس او زي زراعة الانسجة، كل دي صور من صور التكاثر اللا جنسي بتحدث عادي في النباتات الراقية. النباتات الراقية اللي بتتكون من جذر وساق واوراق لو فاكرين التصنيف من اولى ثانوي.
يصاحبه تنوع جيني؟ بيقول تكاثر لا جنسي، يعني بيعتمد على انقسام ميتوزي ما فيهوش اي تنوع جيني. يحدث طبيعيا وصناعيا؟ اه ممكن التكاثر اللاجنسي يحدث طبيعي. ابسط حاجه عندنا زي مثلا التولد البكري، في منه طبيعي وفي منه ايه صناعي. ترقيه زراعه الانسجه دي يعتبر يعني تكاثر لاجنسي بس ايه صناعي. فاحنا هنا ممكن بيحدث طبيعيا او صناعيا، اللي هي الاجابه رقم د. تمام كده يا شباب. نيجي للسؤال رقم 60، بيقول لي الرسم البياني المقابل يوضح التغير في كميه دي ان ايه للاميبا اثناء الانقسام الخلوي، كم عدد الاميبات اللي بتنتج عن هذا الانقسام؟ اسال نفسي الاول، هو الانقسام بتاع الاميبا ده بيدي ايه؟ كل واحده من الاميبا بتنشطر، بيحصل لها انشطار ثنائي، بتنقسم ميتوزيا وبتدي 2. طيب انا هنا كانت الاول 2x، دي كميه الدي ان ايه، حصل لها تضاعف ووصلت ل 4x، يبقى ده تضاعف الماده الوراثيه اللي بيحصل في الطور البيني. تمام، تضاعف الماده الوراثيه. طب وبعد كده قدرت تتقسم وترجع لخليتين كل واحده منهم 2x. طب المرحله اللي فيها ارتفاع دي، دي برضو طور بيني حصل فيه تضاعف للماده الوراثيه، يبقى هنا برضو في تضاعف للماده الوراثيه، تضاعف الماده الايه الوراثيه. طب انا عندي خليتين كانت كل واحده منهم 2x، تمام، زادت الماده الوراثيه للضعف وبقت 4x. طب لما تنزل هنا معنى كده ان حصل انقسام، وديت كل خليه من الاثنين هتدي 2، يبقى المحصله في النهايه هيبقى عندي 4 خلايا. يبقى الاول انقسام الاول كان عندي اميبا واحده اتقسمت ودت 2، الاثنين تضاعفت فيهم الماده الوراثيه واتقسموا كل واحده هتدي 2، يبقى الناتج عندي 4 اميبات. تمام كده الاجابه رقم ج. سؤال 61 بيقول لي هنا في حاله التكاثر الجنسي لنحل العسل تحصل الشغالات على، طيب انا بجيب المخطط بتاعي كده وبقول اه انا عندي الشغاله دي بتبقى 2 نوع، 2 نوع دول عباره عن ايه؟ البيضه بتاعه الملكه بتبقى نوع، وبيقول لي اخصاب، يعني تم اخصابها بمشيج مذكر اللي هو برضو نوع. تمام، فخدت نون اللي هو مشيج مؤنث من الام ونون مشيج مذكر من الاب، عشان كده بقت الانثى 2 نون. طب لما احنا نعمل كده المخطط ده كده واقول له الشغاله، يبقى انا عندي شغاله 2 نون، جايبه ايه؟ نون من الذكر، واخده نون من الذكر، واخده نون من الملكه. طيب النون دي بالنسبه للذكر كل الماده الوراثيه، لان الذكر كله نون، اما نون للملكه نص مادتها الوراثيه لان الملكه اساسا 2 نون. تمام، فاقول له هنا بيقول لي نصف الكروموسومات للذكر، لا هي خدت نون من الذكر يعني خدت كل الكروموسومات للذكر، ونصف الكروموسومات للملكه لان الملكه 2 نون، فالملكه بتدي 2 نون، فبتدي نون منها للمين؟ للشغاله. فاقول له اه اخد كل الكروموسومات بتاع الذكر لان هي اخدت من الذكر نون، والذكر كل الكروموسومات بتاعته نون، وخدت نصف الكروموسومات بتاعه الملكه لان الملكه في الاساس 2 نون، بس ادت الشغاله ديت نون فخدت نص الكروموسومات بتاعه الملكه، فاصبح عندنا الاجابه بقى هي اللي صح، كل كروموسومات الذكر على اساس ان هو نون، ونصف كروموسومات الملكه، الملكه في الاساس 2 نون، فادت الشغاله نون، فنون دي بالنسبه للملكه نصف الكروموسومات بتاعتها. تمام، طب نيجي للسؤال 62، بيقول لي هنا اي مما يلي يعد وجها للتشابه بين شغاله نحل العسل والملكه؟ اقول له انا عارف ان الشغاله دي 2 نون والملكه 2 نون، بس الملكه بتنجب اما الشغاله دي عقيم. طب هل هما متشابهين في الشكل؟ لا، شكل الملكه بيبقى مختلف عن الشغالات، ولا الحجم، ولا الحجم كمان. طب عدد الصبغيات؟ اقول له اه الملكه 2 نون والشغاله 2 نون، متشابهين في عدد الصبغيات. طب في الخصوبه؟ اقول له لا الملكه هي اللي خصبه اما الشغالات بتبقى اناث عقيمه. تمام، نكمل. هنا بيقول لي الرسمان البيانان المقابلان يمثلان صورتين من صور التكاثر اللاجنسي لكائنين وحيده الخليه س وص، كيف يتكاثر الكائن س والكائن ص على الترتيب؟ ابص كده لس، ادي حجم، بيقول هنا على حسب حجم الخلايا، الخليه الاميه اتقسمت لاثنين قد بعض، اقول له اه يبقى ده انشطار ايه؟ ثنائي. اما هنا الخليه الاميه كونت وليكن برعم، حجم البرعم بيكون اصغر من حجم الخليه الاميه، فبالتالي ده تبرعم، يبقى احنا بالنسبه لنا اللي في حجم الخلايا متساوي اقول له ده انشطار ثنائي، واللي حجم الخليه الام اكبر من البرعم اقول له ده تكاثر لا جنسي بالتبرعم، يبقى الاجابه بتاعتنا ب. نيجي لسؤال 64، بيقول لي هنا اي مما يلي يستخدم عند زراعه الانسجه؟ هو لازم يكون عندي خليه حيه محتويه على جميع المعلومات الوراثيه. تمام، طب الخلايا البرانشيميه اه خليه حيه ولها نواه وتحتوي على جميع المعلومات الوراثيه. طب الخلايا الاسكلرانشيميه؟ اقول له دي خليه غير حيه. تمام، خدناها في بدايه المنهج.
ما فيهاش بروتوبلازم، ما فيهاش نواة، ما فيهاش سيتوبلازم. طب والأنابيب الغربالية؟ هي غير حية وتحتوي على سيتوبلازم، واخدينها من سنة تانية. الأنابيب الغربالية كانت بتمتد من خلالها الخيوط السيتوبلازمية المحملة بالغذاء، تمام؟ ففيها سيتوبلازم بس ما فيهاش نواة، لا تحتوي على نواة. أوعية الخشب برضو خلايا غير حية، خلايا غير حية لا تحتوي على نواة ولا سيتوبلازم. أوعية الخشب بتبقى زي أوعية كده مجوفة عشان تسمح بمرور الماء والأملاح. يبقى احنا عندنا الخلايا السكلرنشمية وأوعية الخشب والأنابيب الغربالية كلها ما تنفعش عشان كلها خلايا غير حية لا تحتوي على النواة. احنا محتاجين حاجة يكون فيها نواة، فيها مادة وراثية. أما الخلايا البرانشمية دي خلية حية هي المحتوية على المادة الوراثية كاملة، نقدر نستخدمها في زراعة الأنسجة. طب نشوف مع بعض سؤال 65، بيقول لي أي صور التكاثر اللاجنسي التالية تؤدي إلى التنوع الوراثي في الأفراد الناتجة عنه، تمام؟ طيب ابص كده، لقيت التكاثر بالتجدد في الهايدرا، لا بتطلع هايدرا زي الفرد الابو بتاعها، تمام. طب الانشطار الثنائي في الاميبا، برضو الاميبا بتطلع تيبيكال لي او كومبليت كوبي، نسخه طبق الاصل من الاميبا اللي اتكونت منها. طب زراعه الانسجه بتاعه الجزر، برضو بيطلع نبات مطابق للنبات الاصل. امال التوالد البكري في نحل العسل، هو ده اللي فيه تنوع وراثي؟ واحد يقول لي ليه؟ اقول له مش احنا قلنا ان هو نوع خاص من من التكاثر اللاجنسي او التوالد البكري، قلنا نوع خاص. طب ليه؟ لانه بيتم من خلال مشيج واحد، هو المشيج الانثوي. طب المشيج الانثوي ده بيبقى نص الماده الوراثيه للملكه اللي هي زي بتاعه نحل العسل، تمام؟ فهنا هيبقى في تنوع وراثي، يعني الذكر اللي هو طالع معانا نون ده مش هيبقى واخد كل صفات الملكه، لان الملكه 2 نون، هو واخد نص الماده الوراثيه بس بتاعتها، فهيبقى متنوع عنها في الصفات مين؟ الوراثيه. يبقى الحاجه الوحيده اللي هو تكاثر لا جنسي وفي تنوع وراثي هيبقى التوالد البكري في نحل العسل، لان الذكور اللي طالعه بتبقى نون وجايه من اناث 2 نون. تمام كده يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.